يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حدث في الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة وما ذكر في السيرة من أحداث كاختباء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أو نوم الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سريره، هل يمكننا أن نتخذها من الأسباب لنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك أنها أسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهم وظهر لهم وقال أنا متوكل على الله، بل اتخذ الأسباب. أمر علي أن ينام على فراشه حتى يظنوه الرسول، يجلسون ينتظرون، وذهب إلى الغار واختفى به عنهم، هذا سبب من الأسباب. نعم.